الإخوان، السلام عليكم، مرحبا بكم في أغرب سرقة وقعت الإخوان في المغرب. الإخوان، وقعت واحد السرقة ديال واحد السيدة اللي قامت بسرقة واحد المول محل الإخوان بواحد الطريقة اللي غريبة جدا الإخوان. فمول المحل من بعد ما رجع الكاميرات المراقبة فلقاها مسجلة، يعني كاميرات مراقبة رصداتها، وغادي يشرح لنا كيفاش تم النصب عليه بهالطريقة هذه اللي طريقة خطيرة الإخوان ديال بصح، وتم نصب عليه بواسطة هاد السيدة هي وهاد المرأة هذه. فبغيناكم كاملين تبارطاجوا هاد الفيديو وردوا البال الإخوان من بعد هاد الفيديو هذا، نتمنى يوصل لكل شيء، وخليوا لي الرأي ديالكم في الكومنتات. فنخليكم مع الفيديو السيد كيشرح لنا كيفاش نصب عليه. انا رديتي لها 80 درهم وكانت 100 درهم كانت 100 درهم راه في يديها، وراك ردت لها 90 درهم. هنا شتي شو كيجمع 90 درهم مع 100 درهم؟ احنا دابا العيال لعبوا قالت عمان، قالت الصرف كام؟ واش غتشوف اصاحبي سير عطينا السي سامر السينما طنطره اش صار ليها بطلت بيها وتبدا تدير شي تخطاط وانا بطلنا الفيلر على هو السيد ونفع لحظه الكلام ما عندهاش الحل عطيك غادي تدخل هذه هي الطريقه هي قالت ما نعرف ترى عندهم هي وما كاين ما عندكش يدير لها شي حاجة هذا هو الطريقة هاكا يا سلات وحدة بحالات سجل هنا سجل مرتين كون سجل هاد التالية هادي يسري يسري كيعطيك هو هذا اللي هو هذا اللي هو هذا سيد درهم راه كيخدم عليها بنادم واصل اه هو سيد درهم يا غاصب ها واش راه ضروري تصرف هذاك الفلوس هذا؟ جبدات لك 100 درهم وقالت لك راني قلت لك صرف لي ياك؟ وقلت لي ما عنديش الصرف. خيس انت رديتي لها 10 درهم جوج المرات. انا غنشوفها تاني. عرفتي انا باش شوف.